أنا عندي سؤال، هل عمركم مر عليكم لاعب مثل اللي يسويه حمد الله مع النصر الحين؟ حمد الله لازم يعرف شيء، أنت الشيء هذا اللي أنت تسويه راح يأثر عليك كلاعب وعلى مسيرتك كلاعب. السلام عليكم وليد فراج، كيف حالك؟ طيب، ايش اخبارك؟ بخير. معك اكرم ابو لوشي من باكستان، اتابعك على التويتر، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الاتحاد فايز على الاهلي 2-0. روما هيجيب هدف، فهد مولد هدف باذن الله ان شاء الله. الله يا فنان، الله يا فنان، يعطيكم ألف عافية. نروح